أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحقيقة هناك عجائب كثيرة تتجلى في هذا الكون وفي الأرض من حولنا. سبحان الله، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: الله الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء. سبحان الله، تعبير دقيق جدا. الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. دائما أو في آيات كثيرة يأتي ذكر الأرض ويأتي ذكر النعم وذكر الرزق، لأن رزقنا أيها الأحبة هو في الأرض وفي السماء. سبحان الله، قال تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. اليوم أحبتي في الله سوف نعيش مع بناء هذا الكون. يقول الباحثون نتيجة دراساتهم عن الكون إن كوننا عندما نشأ وفق قوانين دقيقة جدا. فلو كانت الأرض أقرب إلى الشمس بقليل لاختفت الحياة من على ظهرها بسبب الحرارة الهائلة التي ستذيب كل شيء على الأرض. ولو كانت أرضنا أبعد عن الشمس بقليل لتجمدت الحياة على ظهرها من البرودة. سبحان الله. لذلك أيها الأحبة، دعوني أتأمل معكم هذا الكون. صمم من أجل أرضنا. سبحان الله، يعني الله صمم هذا الكون من أجل راحتنا نحن، ومن أجل أن تنشأ الحياة على ظهر هذا الكوكب. لذلك أيها الأحبة، القوانين الكونية دقيقة جدا جدا جدا. على سبيل المثال، قانون الجاذبية، لو أنه كان أعلى بقليل لم نستطع أن نتحرك على الأرض، نحن نتحرك بحرية كبيرة جدا. لو أن قانون الجاذبية أو قوة الجاذبية كانت أقل مما هي عليه، يعني لو كانت أعلى هذه القوة لجذبتنا الأرض وتجمدنا ولم نستطع الحركة. ولو كانت أقل لطرنا كما يطير رواد الفضاء على سطح القمر بسبب جاذبيته الضعيفة التي هي أضعف من الأرض طبعا. إذن ما هذه الصدفة التي جعلت جاذبية الأرض مناسبة جدا للإنسان؟ ثم إذا تأملنا نسيج الكون، المجرات كيف تسير في هذا الكون، كيف تشكل هذا النسيج الكوني، البناء الكوني. الله عز وجل وصف لنا هذا المنظر بقوله تعالى: والسماء بناء، في عدة آيات. وقال في آية أخرى بل أقسم، قال عز وجل: والسماء وما بناها. فنسيج الكون هذا الحقيقة عجيب جدا، وهو يتألف من مليارات المجرات التي تصطف على هذه الخيوط، حتى إن العلماء يسمونه البناء الكوني.
بسبب هذه البنية العملاقة التي فعلا تحير العقل. من الذي يمسكها؟ من الذي أحكم بناء هذه الخيوط؟ طبعا هنا الخيط يمتد لملايين السنوات الضوئية، خيوط هذا النسيج الكوني أيها الأحبة تمتد لملايين وملايين من السنوات الضوئية طبعا، وفيه المجرات الكثيرة وفيه تجمعات للمجرات. هذا البناء الكوني العملاق وصفه لنا الله بكلمتين، قال والسماء بناء. آيات للموقنين. بينما الأرض أشار إليها أنها فراش لأنها ممهدة أمامنا، مهما سرنا نجدها مستوية أمامنا ومسطحة وليس هناك أي مشاكل. هذه الأرض أيها الأحبة فيها خاصية الجاذبية الأرضية التي سماها الله بالقرار، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. سبحان الله، من كان يشعر في ذلك الزمن بنعمة الجاذبية الأرضية؟ من كان يعلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أهمية الاستقرار على الأرض؟ انظروا إلى رواد الفضاء مثلا، لا يعرفون النوم، يضعون على رؤوسهم نوابض وضواغط ليتمكنوا من النوم بسبب غياب الجاذبية. الطعام لديهم مشكلة، كل شيء لديهم مشاكل، الدورة الدموية تضطرب، النظام العصبي يضطرب، البصر يضطرب، النظام الهضمي يضطرب، وبالتالي يعيشون حياة تعيسة جدا. بينما أنت أيها الإنسان على الأرض تعيش حياة سعيدة هانئة مستقرة، ثم نجد من يلحد ويستكبر وينكر نعمة الله تبارك وتعالى. لذلك الله ذكرنا بهذه النعم دائما، قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. انظروا، هذه النعم تشمل المؤمن وغير المؤمن. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. في آية ثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سبحان الله. أحبتي في الله، والله إن الذي يتأمل هذه الحقائق ويتأمل يعني كيف جاء الحديث عن البناء الكوني بكلمة بناء والسماء بناء، كيف جاء الحديث عن جاذبية الأرض، الأرض قرارا، انظروا إلى الدقة، كيف جاءت هذه النعم وجاء الحديث عنها ليذكرنا الخالق بهذه النعم لنرجع إليه، كم هو رحيم، كم هو إله عظيم سبحانه وتعالى. نسأل الله أحبتي في الله أن يهدينا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم وأن يجعل فيه الخير والنفع لكل من يطلع عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أجرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار